يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى. بتوحشوني جداً وبكون سعيدة جداً أني بكون معاكم كل أسبوع في نفس الميعاد. النهاردة معانا كتاب الحقيقة أنا شايفة أن كلنا محتاجين له علشان نقدر نحقق التوازن في حياتنا، وده شيء مطلوب بشكل كبير جداً. الاعتدال والتوازن لا غنى عنهم عشان نقدر نعيش حياة متوازنة طبيعية. والحقيقة أنه في مننا بيركز على جانب واحد بس في حياته، زي مثلاً أنه يركز في شغله على حساب صحته، على حساب راحته، على حساب حياته الأسرية، أو يركز في صحته وراحته يكبر دماغه من شغله وما يحققش أي نجاحات في حياته. وفي ناس تانية ما بتعملش حاجة غير إنها بتفكر، والحقيقة إنه التفكير الزايد ده برضه مش مطلوب، وللأسف ما بيكونوش أي نتيجة إيجابية. كل ده أكيد مش صح، والحقيقة إنه كل ده بيسبب لنا ضغوط نفسية، أمراض نفسية، وكمان أمراض جسدية. عشان كده لازم يكون في توازن في جوانب حياتنا المختلفة عشان نقدر نحقق السعادة اللي أكيد كلنا بنحاول إن احنا نوصل لها وكلنا بندور عليها. الاعتدال مطلوب في كل حاجة زي ما بقول لكم، وده اللي هنقدر نعرفه النهاردة من خلال كتابنا مفاتيح التوازن الخمسة للكاتبة والأستاذة ريم الأنصاري، واللي هتكون منورانا النهاردة في الاستوديو، وهنعرف منها إيه هي مفاتيح التوازن الخمسة في حياتنا وإزاي نقدر نوصل لها. قبل ما نتقابل مع ضيفتنا، هيكون معانا دلوقتي من خلال زوم دكتور غادة لبيب، وهي أدمن جروب بوك جاردن، اللي هنعرف منها أهم الكتب الخاصة بعلم النفس والتنمية البشرية والذاتية اللي ممكن نرجع لها واللي ممكن نستفيد منها في إننا نحسن حياتنا، نستخدم تفكيرنا وأفكارنا بطريقة مظبوطة، نشوف نظرتنا للمواقف بطريقة مختلفة، لأن كل ده بيأثر على حياتنا. أهلا بيكي دكتور غادة. اهلا وسهلا استاذة رانيا، اهلا بيكي وكل المشاهدين. اهلا بيكي. والحقيقه انه من القراء كتير جدا اللي بيحبوا يقروا في الكتب النفسيه، وانا واحده منهم. والحقيقه انه التنميه الذاتيه اثبتت نجاحها الفتره اللي فاتت على مستوى الكتب الحقيقي، حققت نجاح كبير جدا، وقدر القارئ انه يستفيد منها بشكل كبير جدا في حياته. ايه اهم الكتب اللي من وجهه نظرك شايفه ان احنا نقدر نرشحها لكل مشاهدينا علشان يقروا فيها ويحسنوا من حياتهم بطرق مختلفة عن طريق التنمية الذاتية؟ أنا هتكلم من واقع قراءاتي. اخترت النهاردة 4 كتب هتكلم عنها، قرأتهم وعجبوني جدا، 2 لكتاب أجانب و2 لكتاب مصريين. أوكي. أول كتاب حابة أتكلم عنه هو الراهب الذي باع سيارته الفراري للكاتب روبن شارما، وده باع ملايين النسخ حول العالم. هو عن شخص كان حياته كلها مليانة شغل وستريسفول جدا، شغل العدد ساعات رهيبة رغم وصل لمال وشهرة كتير، وهياخد رحلة روحانية للهيمالايا وجبال التبت، وهناك هيتعلم بعض الأساليب المختلفة عن رؤيته للحياة وإعادة ترتيب لحياته. الجميل في الكتاب ده إنه في آخر الكتاب الكاتب كاتب لنا بعض الطقوس، 10 طقوس بالظبط، لو قدرنا إن احنا نستمر عليهم بشكل يومي أو حتى بعضهم هنقدر كتير نحسن من زي ما بيقولوا quality of life بتاعتنا. فده كتاب مهم جدا وبنصح. حلو. تاني كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية للكاتب ستيفن آر كوفي، وده برضو من أشهر الكتب في المجال ده. ده من واقع دراسة الكاتب وخبراته على مدى سنين. لذيذ. وهو بيقول عن نفسه إن هو يعني لن أعيد اكتشاف العجلة زي ما بيقول، ولكن هو كاتب لنا 7 عادات لو اتبعناهم برضو بطريقة منظمة وعلى مدى طويل هنقدر بال7 عادات دول حياتنا تكون أكثر فعالية. أكثر فعالية بمعنى أن احنا هنقدر نوصل لأهدافنا بطريق مختصر وبأقل وقت ومجهود ممكن، ويبقى فيه برضو نوع من الكواليتي أوف لايف الكويس. الكتابين المصريين، الكتاب الرائع الحقيقة اللي أنا بحبه جدا لاب طعم الفلامينجو لدكتور محمد طه الطبيب النفسي المعروف. طبعا. الكتاب ده عن التغيير الحياة، والتغيير هنا بمعنى التغيير الجذري مش التغيير الظاهري فقط. ازاي نقدر نقول لا، ونقول لا ازاي، وايه الخطوات اللي هنعملها للتغيير ده. والتغيير ناس كتير ممكن تشوفه ان هو حاجه بسيطه، لكن هو الحقيقه لا، هو بياخد مجهود وجهد وندفع ثمن، لكن هندفع ثمن في مقابل شيء افضل كتير هيحصل لنا. دكتور محمد طه طبعا كتب معروفه قبل كده في العلاقات الخطره وفي كتاب الخروج عن النص. الكتاب كمان بيعرف لنا بعض المصطلحات اللي قد تكون ملتبسة علينا شوية، زي الفرق بين الاستقلال والاستغناء،
بيعرفنا الخلايا المرئية، نظرة الآخرين لينا مقابل نظرتنا لنفسنا، بيعرفنا بعض الألعاب النفسية اللي ممكن البعض بيعملها علينا، بيمارسها علينا من دون ما احنا واخدين بالنا منها، ازاي نقدر نعرفها ونتجنبها. الكتاب الأخير للدكتور شريف عرفة، وهو كتاب إنسان بعد التحديث. الكتاب ده بيطرح فكرة مهمة جدا، وهي إلى أي مدى بيصل، مدى يمكن للإنسان أن يرتقي، والارتقاء النفسي للبشر على مر سنين البشرية كلها والمراحل اللي عدوا بيها. وبرضه بيتعرض لفكرة نمو ما بعد الصدمة، أي صدمة بنتعرض لها إزاي بعد كده بنقدر نقوم منها وبنتعافى. فالأربع كتب دي حقيقة من أفضل الكتب اللي أنا قرأتها في المجال ده، واللي ممكن حتى أي قارئ مبتدئ يقراها، لأن هي أسلوبها بسيط وسلس، خصوصا دكتور محمد طه كاتب كمان بالعامية، وأنا وجدت إن ده حاجة يعني كويسة جدا، لأنه قدر يوصل مصطلحات الطب النفسي المعقدة، قد تبدو معقدة، للقارئ المتوسط حتى يقدر يفهمها بسهولة بأمثلة توضيحية. الحقيقة أنه كمان علم النفس ليه جمهور كبير جدا من القراء، تفتكري إيه الأسباب؟ وتفتكري هل ده ليه علاقة بالضغوطات، ولا اللي بيحب يقرأ في علم النفس، أو اللي بيحب يقرأ في التنمية الذاتية، أو اللي بيحب يقرأ في الكتب النفسية مثلا، هو ده ذوقه في القراية؟ طبعا هي القراءة أذواق في الأول وفي الآخر، لكن بما إننا كلنا بنتعرض لمشاكل سواء في حياتنا الأسرية أو في محيط العمل أو في علاقات عاطفية، أكيد بنبقى محتاجين ناخد رأي حد. لو عندنا هذا الشخص القريب مننا اللي نقدر نتكلم معاه بصراحة ويفيدنا، بيبقى شيء كويس. وقد يكون الشخص ده موجود، لكن ممكن يكون له ميول أو أهداف معينة يوجهنا لطريق معين. فبشوف إن في بعض المشاكل بيكون من الأفضل إن إحنا ناخد رأي حد بعيد وغريب ويكون دارس ومتخصص، وإن كان ده مش متاح يعني على أرض الواقع، فالكتب دايماً بيكون فيها هذا النوع من المعرفة المهم جداً لكل الناس صراحة، يعني سواء في مشاكل كبيرة صغيرة، الحياة لا تخلو يعني من المشاكل معظم الوقت. ازاي شايفة انه القراء ممكن يستفيدوا بشكل كبير من كتب علم النفس؟ ولو حبينا نشجع القراء على ان هم يزودوا من معلوماتهم الحياتية بشكل كبير، لان كلنا زي ما قلتي ما فيش حد فينا ما بيتعرضش للضغوطات، تنصحيهم بايه او تقدري تقولي لهم ايه؟ طبعا هو كل كتاب من دول سواء اللي انا ذكرتهم او الكتب التانيه فيهم كميه معرفيه كتيره جدا، سواء حاجات علميه او نفسيه او تجارب حياتيه. فاحنا لو هنقراه كده زي اي كتاب وهنسيبه على جنب خلاص، يعني ممكن مع الوقت بيتنسي. لكن انا نصيحتي في هذه النوعيه من الكتب بالذات ان احنا يكون جنبنا كشكول كده وقلم، كل واحد فينا هيلاقي جزء من الكتاب ملمس معاه مع مشكلته، ممكن يكتبه ويعمل او يعمل هايلايت عليه لو في الكاتب مقترح طقوس معينه او خطوات معينه لاعاده ترتيب افكار لطقوس يوميه، يكتبها برده ويرجع لها من وقت لاخر يحاول تنفيذها. بالشكل ده الكتاب هيبقى له فعلا معنى وتاثير، غير لما احنا هنقراه كده ونرجعه تاني في المكتبه، يعني ما اعتقدش ممكن نستفيد منه بالطريقه دي. فكرة تطبيق الكلام اللي بيتقال في الكتب النفسية أو كتب التنمية بالظبط. الذاتية أو البشرية الحقيقة بشكل عام، إن شايفة ده نسبته بتبقى قد إيه سهلة على المواطن أو على القارئ أو على المتلقي بأي شكل من الأشكال؟ لأن إحنا في ناس كتير قوي بتتكلم بتسمع وبعدين تقول لك اصل انا مش بالظبط. هقدر اعمل كده، اصل الكلام ده في الواقع انا ما اقدرش انفذه، اصل الموضوع مش بالسهولة دي. هو ده والله يتوقف على حاجات كتير، يعني مدى رغبة فعلا الإنسان في التغيير. يعني ناس كتير كل يوم الصبح تقول لا أنا لازم هغير العادة دي، لازم أغير حياتي بالشكل الفلاني، لكن ما بتقدرش تعمل ده. فإذا كان هيقرأ كتاب وفعلا هيقتنع بيه وباللي مكتوب فيه، يحاول واحدة في واحدة، هي طبعا صعب ومش هتيجي مرة واحدة، أكيد واحدة في واحدة يغير حاجة، بعد فترة يبدأ يطبق حاجة تانية. طريقة تفكيره وتعامله مع الناس، الكتابة زي ما قلت مهمة جدا، مهم جدا نكتب كل الأشياء اللي احنا حاسين ان احنا نقدر نعملها ونطبقها. ده مع الوقت وبالتدريج وبالاستمرارية، أهم حاجة الاستمرارية كمان. أنا طبعا هطبق الكلام ده بعد ما قريت الكتاب على طول وبعد شهر خلاص أنسى كل حاجة، أيوة الاستمرارية مهمة جدا، وواحدة في واحدة خلاص هيبدأ يحصل تغيير. حقيقي، واعتقد انه كل مره لو جرب هيبقى المره اللي بعديها احسن من اللي قبليها، بس المهم ان احنا ما هيبقى نيأس أسهل. والمفروض ان احنا نكمل. الاستمرارية أهم شيء طبعا بصراحة.
طبعا وانا عن نفسي لما عملت الطقوس بتاعت الراهب الذي باع سيارته الفيراري دي، حاولت ان انا استمر عليها فتره، حقيقي فرقت معايا وفي حياتي بشكل كبير، أكيد فهي اهم حاجه الاستمرار. أكيد. أنا بشكرك جدا دكتور غادة لبيب أدمن جروب بوك جاردن، وإن شاء الله المرة اللي جاية نقابلك معانا لايف في استوديو. بشكرك مرة تانية. خلونا نطلع لفاصل دلوقتي مشاهدينا ونرجع لكم على طول. رجعنا لكم تاني ومعانا ومنورانا النهارده الكاتبه ريم الانصاري اللي هنتكلم معاها عن كتابها مفاتيح التوازن الخمسه. اهلا وسهلا يا ريم. اهلا بيكي. انا عايزه اقول لك ان انا في الحلقات اللي ليها علاقه بالكتب النفسيه ببقى طبعا انا ببقى مستمتعه في كل الحلقات، بس انا بجد بحب الكتب النفسيه وبشوف هي قد ايه مفيده لكل الناس على جميع الشرائح وعلى جميع المستويات، ستات، رجاله، اطفال، قد ايه بجد بنستفيد منها. صح، انا اكتر واحده حقيقي يعني هايدك في الكلام ده. يعني اولا قبل ما ابتدي اتكلم عن الكتاب وعن المفاتيح وهم ليه خمسه وهم ايه الخمسه، عايزه اعرف منك انت كنتي في التسويق. ايوه، انا كنت بشتغل في مجال التسويق فتره طويله. طويله، ايه الشيفت اللي حصل ده؟ حصل ازاي بقى؟ احكي لي. بصي، انا الحمد لله كنت محظوظه جدا. اشتغلت في شركات كبيره وتعرفت على ناس يعني انا بعتبرهم من اذكى الناس على الكوكب يعني. كنت بشتغل بره مصر وكنت مسؤوله عن منطقه كبيره، منطقه الشرق الاوسط كله، في مجال التسويق والمبيعات. جميل. بس وصلت لمرحله كده وحسيت ان انا عايزه اعمل حاجه مختلفه. كنت ناجحه جدا بس حسيت ان انا عارفه، لا، حاسه ان انا لو فات الوقت هاجي بعد كده ممكن اندم على حاجه ما عملتهاش. ما كانش ينفع تكتبي وتبقي في نفس لا. المجال، انا كان صعب. انا من مبدأ اللي هو يعني صاحب بالين كذاب. انا أي. بحب قوي الواحد يركز أي. ويدي كل طاقته لحاجه عشان يجيب اخره كده ويشوف هو يوصل لايه. ساعات كتير كنت بكتب، انا بكتب من وانا صغيره ودايما بكتب خواطر، بكتب شعر، بكتب قصص قصيره، بس دايما كنت بكتبها لنفسي. ما كنتش متخيله خالص ان في حد هيقراها او ان انا هحترف الكتابه يعني. عايزين نبتدي نتكلم على طول عن المفاتيح الخمسه، والحقيقه انه انت عايزه اقف معاكي عند جمله مكتوبه في الغلاف قبل ما نتكلم عن ايه هم المفاتيح الخمسه. اسمح للنور ان يدخل قلبك واجب عن تساؤلات النفس والعقل والروح. المقصود هنا انه عارفه دايما البني ادمين بيبقوا شويه مقفلين على نفسهم بالاحكام بتاعتهم، بيصدروا احكام على افكار معينه، على اشخاص معينه، على اشياء معينه من حولهم. فكل ما الواحد خلى النور او خلى مخه يوسع شويه وخلى فيه مساحه جواه، جوه مخه، جوه قلبه، جواه، ان هو يتقبل افكار مختلفه، اراء مختلفه، هيوصل لإجابات مختلفة. أكيد أكيد. فكرة التوازن، فكرة التوازن هي الفكرة الرئيسية للكتاب بتاعك، وأعتقد أن التوازن والاعتدال دول مطلوبين في كل حاجة في حياتنا. فكرة بالضبط. أن احنا ما ننجرفش لأي اتجاه أكتر من التاني، أن احنا نكون متوازنين أو معتدلين بشكل عام، ده مهم جدا. جاتلك منين الفكرة وإيه اللي خلاكي تركزي على الفكرة ده؟ أول كتاب ليكي؟ ده ثالث كتاب. ثالث كتاب ليكي. الكتب اللي قبل كده قبل نفسيه كده كانت برضو روايات. لا، روايات. ده اول كتاب ده نفسي، اول كتاب نفسي يعتبر بالنسبه لك. صح. ايه اللي خلاكي تركزي على فكره التوازن؟ بصي، انا كنت بقرا عن حاجه اسمها المناطق الزرقاء في العالم. دي مناطق حول العالم في حتت مختلفه جدا، بس لما عملوا ابحاث عليهم لقوا ان الناس دي بيعيشوا كتير قوي وبيعيشوا بصحه جسديا ونفسيا عاليه جدا. حلو. ولما بحثوا ليه الناس دي بتعيش كده، لقوا ان هم عندهم خمس ست حاجات بيعملوها في أوكي. المناطق دي. اوكي. لو درستي الخمس ست حاجات دي هتلاقي ان هم عايشين بتوازن. توازن من جهات مختلفه. انا بشوف ان الجري ورا السعاده او اللهث ورا السعاده، كل الناس لما تقول لهم ايه حلمك يقول لك ابقى سعيد. ازاي؟ فاهمه قصدي؟ فكره السعاده دي حاساها فكره شويه فيها مش حقيقيه. لو البني ادم قدر يوصل لتوازن معين في حياته، كده كده هيكون عنده هدوء وسكينه ورضا وسعاده. صحيح.
صحيح. وانت اخدتي الخمس مبادئ او الخمس افكار اللي هم عايشين فيها عايشين بيها في المناطق الزرقاء دي، هم دول الخمس افكار اللي انت حطيتيهم في الكتاب؟ لا، هم مش ولا هم مختلفين؟ مختلفين شويه، مختلفين. لكن فكره التوازن في الحياه وان هي بتوصلك ان انت اصلا مش بس تكوني سعيده، ان انت تقدري تعيشي حياه اطول. الناس دي بتعيش فوق المية وبتعيش وايه ومش متقاربين، يعني هتلاقي في منهم في جنوب امريكا، في منهم في اوروبا، في يعني المناطق الزرقاء دول خمسه حوالين العالم. اوكي. ما يعني مش مثلا قريبين من بعض فبيعملوا زي بعض، لا، هم التقوا في نفس الفكر اللي هو في الاخر خالص لو بصيتي له هتلاقيه هو توازن، توازن بين عناصر مختلفه في البني ادم. صحيح. هي نتكلم عن الفكرة الأولى في 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 طريقنا إلى التوازن عشان نقدر نكون متوازنين في حياتنا. كانت إيه أول فكرة من وجهة نظرك؟ الأفكار. الأفكار. إن البني آدم يعني أكتر حاجة بتؤثر جدا في حياة البني آدم هي أفكاره. الأفكار دي كارثة. طبعا. عارفة اختياراتي دمرت حياتي. أيوة. أفكاري دمرت حياتي. اختياراتي مدمرة حياتي. أفكاري مدمرة حياتي. الأفكار فعلا عليها عامل كبير جدا في ان احنا نكون يا اما حقيقي راضيين ومتوازنين زي ما بتقولي، يا اما نكون مش شايفين اي حاجه غير تعاسة في حياتنا. هي الافكار اصلا هي اللي بتعمل، يعني هي بتحدد مصير البني ادم. صحيح. اوكي. لان افكارك بتاثر جدا 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 على مشاعرك، انت حاسه بايه، ومشاعرك وافكارك بيأثروا جدا على تصرفاتك، فاذا بيأثروا على حياتك ومصيرك. بالظبط. فالافكار مهمه جدا جدا، والمشكله ان البني ادمين ما بيقدروش يوصلوا لفكره انه هم مش انت لست افكارك، اللي هو اول باب في الكتاب. يعني ايه انت لست افكارك؟ تقصدي ايه؟ يعني هقول لك حاجه، في كاتب اسمه إيكهارت تولي بيقول انه العقل البشري اوكي خلق عشان يخدمنا. احنا اللي نستخدمه. أوكي. مش هو اللي يستخدمنا، لكن في الوقت الحالي او في كثير من الناس يعني هو اللي بيستخدمنا. طبعا. بتلاقي الناس داخله في دوامه افكار ملهاش لا اول ولا اخر، اصلا بتلاقي نفسك بداتي بفكره قد كده ودخلتي وتشعبتي وبقى عندك حته اللي هو التفكير اللا ارادي. فاهمه قصدي؟ وتوصلي لحاجات يعني ما تعرفيش انت وصلت لها اصلا ازاي. ما هي الافكار مجموعه حاجات، مخاوف، حاجات احنا اصلا بنخاف منها، وحاجات احنا اصلا مرينا بيها وثبت فينا علامه او عملت لنا تروما او عملت لنا مشكله في حاجه معينه، يا اما حاجات بنفكر فيها لسه عايزين نعملها واحتمال نبقى خايفين منها احتياطي برضو وهي لسه ما حصلتش، يا اما بنفكر طول الوقت في مستقبلنا اللي فات اللي جاي. يعني الافكار دي تتخلصي منها ازاي؟ طيب اهم حاجه في الموضوع ان يبقى عندك وعي. يعني مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم كده اول حاجه نعملها ان احنا يبقى عندنا وعي، قادرين نفهم يعني ايه ان انا اقدر اتحكم في افكاري. اول حاجه الناس لازم يعني الناس اللي هي بتبدا تفكر الفكره ده بتعملها ان هي بيبقى عندها مراقبه للافكار، يعني مش قاعده كده سايبه العقل يودي ويجيب ويروح ويدي، لا، براقبه، بشوف انا دلوقتي مثلا بفكر في ايه. اول ما الاقيه راح الحته الضلمه ارجعه امسكه. اوكي. انا المتحكمه مش هو اللي سايقني وماشي بيا وبيخبط. بترجعيه ازاي؟ او من وجهه نظرك نصحتي القارئ اللي قرا كتابك او لسه هيقرا كتابك؟ لا، في حاجات كتيرة قوي قوي بانه يرجع ازاي يعني عن الافكار المؤذيه. مثلا الحاجات اللي مش صح، الافكار المؤذيه، انا دايما بنصح لو عندك فكره سلبيه بدليها بفكره ايجابيه. يعني مثلا انا ما بقدرش اروح اعمل كذا، اوكي؟ انا ممكن تقولي عشان كذا كذا كذا، لا، طب انا ما بقدرش اروح اعمل كذا عشان ايه؟ طب اروح اعمل كذا ازاي؟ تبديل الافكار السلبيه بافكار ايجابيه دي طريقه. او على الاقل لو مش قادره توصلي للمرحله دي، هي مرحله متقدمه، ممكن بس ايه نعمل لها نيوتراليزيشن، يعني نعمل لها تبقى نيوترال، لا سلبيه ولا ايجابيه. يعني اوقفها، اقول طب استنى دلوقتي انا مش متاكده ده صح ولا غلط، خليني اشوف. يعني الفكره كلها ان انا ما ينفعش افضل ماشيه ورا افكار بطريقه لا اراديه، لازم انا اكون متحكمه في افكاري. اوكي. لازم انا اقول لعقلي لا ستوب، مش هنفكر في الموضوع ده دلوقتي لان ما عندناش كل المعلومات اللي تخلينا ناخد مثلا قرار، اهدى، استنى، هنستنى شويه، اعطله شويه، ادي لنفسي مساحه. انت
تفتكري ان كل الناس عندها القدره دي؟ تفتكري ان كل الناس قادرة تتحكم في افكارها؟ كل الناس تقدر توصل للحته دي. هتاخد وقت قد ايه؟ هتاخد مجهود قد ايه؟ دي قصه تانية. لكن هل بني ادم يقدر يوصل لكده؟ اكيد. لو يعني طبعا نقدر نوصل. نقدر طبعا. نقدر طبعا. في ناس وسوسها وافكارها اقوى منها طبعا، بس في طرق كتيره قوي لتهدئه الحته دي. تقدري تقولي يعني لنا منها حاجه دلوقتي؟ في تمرينات كتيره قوي في الكتاب. الكتاب على فكره هو كمان بيدي مسار عملي. يعني مش مجرد كلام. انا في كل حته بقول اعمل التمرين الفلاني. في تمرينات كتيره جدا، منها التامل، منها ان انا اقعد ساكته اراقب مثلا نفسي ما اتكلمش لمده معينه. دي بتهدي جدا المخ، بتهدي جدا الافكار الزايده. اوكي، ان انا اتامل جدا، انا بقول ايه للناس، كلامي اللي بيطلع للناس مش بس افكاري، لان الكلام واللي احنا بنقوله بيأثر جدا برضو على الافكار طبعا. على فكره احنا البني ادم مركب جدا جدا جدا، وكل حاجه بتصب في التانية. يعني اللي بناكله بيصب في اللي بنعمله، بتصب في صحتنا، بتصب صح. في افكارنا، بتصب في قلبنا. ما تقدريش تجزئي حاجه. طيب اتكلمنا عن الجزء الاول او الفكره الاولى وهي الافكار، جبتي سيره اللي بناكله، فندخل على الفكره الثانيه على طول وهي الجسد. واحنا صحتنا دي اهم حاجه، وزي ما قلتي اللي بناكله يعني احنا، اللي بنتنفسه هو احنا، اللي بنشربه هو احنا، كل حاجه احنا بندخلها جسمنا دي هي بجد بتاثر فينا. كلميني شويه عن فكره الجسد والاهتمام بالجسد ده، شرحتيه ازاي وتكلمتي عنه ازاي؟ انا اتكلمت على 3 نقط، طبعا في حاجات كتير جدا بس انا ركزت على 3 نقط. الاكل، انت ما تاكل فعلا حقيقي. فعلا انت في الاخر خالص بتبقى اللي انت بتاكله. لازم ناخد بالنا قوي احنا بناكل ايه، مش اي حاجه وخلاص. اوكي، ولازم يبقى عندنا توازن. يعني مثلا جيتي مره النهارده ودبتيها مثلا، كان في عيد ميلاد وتورته وعزومه وفسيخ ورنجه ولسه مخلصين الاعياد ما اخدش ده بقى ترند وافضل طول حياتي ماشيه كده. بقيت الاسبوع اهدي صح. الدنيا شويه صح، اتوازن. ما هو ده برضه هيرجعنا لفكره التوازن. يعني انا بدي كام كده نقطه. انا مثلا في الكتاب بقول ايه رايكم نصغر طبقنا. يعني انا في مرحله في حياتي كنت باكل كتير قوي، بعدين قلت طب اصغر طبقي. ايوه، بدل ما بقيت باكل في طبق قد كده بقيت باكل في طبق قد كده. فكره. اوكي، فبتقلل لك شويه اللي انت بتاكليه. في طرق كتيره جدا طبعا، الحركه والرياضه والحاجات دي كلها مطلوبه جدا جدا برضو، بس على الاقل نبدا نشوف احنا اصلا بناكل ايه. في ناس على فكره ما عندهاش حتى وعي بتاكل ايه. عارفه بتقش كده. ايوه احنا شعب اكيل بطبع اصلنا قوي. فالاكل مهم. نفكر احنا بناكل ايه ونشرب ميه كتير. صحيح. عايزه اقول لك انه كمان، وانت اكيد قلتي ده او معرفش لو كنت قلتيه في كتابك، بس احب اعرف منك، ان الاكل احيانا بيأثر على حالتنا المزاجيه والنفسيه. طبعا. يعني لما بناكل حاجات من الحاجات الممنوعه احنا حقيقي بنتاثر سلبيا باشكال طبعا. كتير. كل حاجه بناكلها بتاثر علينا، بتاثر علينا حتى على مزاجنا العام. يعني على مزاجنا وعلى صحتنا. ما هو برضو حقيقي. لما انت هتبقي مثلا موجوعه، عندك وجع، عندك تعبانه، كل ده بياثر على مزاجك برضو في الاخر. فالاكل مهم جدا. وتاني حاجه اتكلمت عليها النوم. النوم مهم جدا. انت جيتي عند الجرح بقى، عند الجرح بقى ودوستي على الجرح. النوم، ورجعي لي بقى بالفكره الاولانيه وهي الافكار. النوم والافكار، وحقيقي كل الافكار بتجيلك لحظه النوم بتبقي عايزه تتخلصي، بقى نفسك في مفتاح تقفلي عقلك خلاص ستوب. عشان كده التامل بيفيد جدا البني ادم، لانه التامل هو طريقه معينه بتسكت الافكار. قبل النوم بتدرب. قبل النوم في تاملات طبعا قبل النوم. التامل على فكره ده بحر. يعني في تامل الصبح وفي تامل الظهر و ولكن انا ما بحبش يعني ايه اتعب الناس. يعني هو اوريدي الناس بقت مشغوله قوي اكتر من اللازم، وطبعا ده برضو جانب من جوانب الحياه اللي بيخلينا ما بننامش كويس. ايوه، يعني احنا مشغولين جدا بالزبط. في حاجات مهمه وحاجات غير مهمه على الاطلاق، زي مثلا السوشيال ميديا. ان احنا بنخش في العالم الافتراضي دون بدون اي وعي، وبنتابع ناس كتير جدا ما تهمناش. وبنتابع ناس كتير جدا متصنعه لحياه فيها كمال حقيقي. وفيها سعاده مطلقه وحاجات زي كده، وده مش حقيقي. وبعدين بعد كمان ما نخش في العالم ده ونضيع وقت فيه، بنطلع من العالم ده ونضيع وقت في تقليده. نعيش حياه مزدوجه مش حقيقيه و و و و. قولي لي ازاي البني ادم يقدر ينام نوم مريح وفيه سكينه وهو متعرض لكل الكم ده من الحاجات اللي مش بالزبط. مهمه
بالظبط. ده غير حاجاته هو بقى المهم طبعا، ده غير بقى قصص ده بقى الحياه بقى اللي عليه هو العادية. بقى حاجته المهم. بس انا بتكلم في حاجه كمان بقت دخيله جدا علينا وبقت جزء من حياتنا، والحقيقه انه مشاكل النوم دي كترت قوي الفتره اللي فاتت، يعني ما كناش نسمع عنها كتير قوي كده زمان، يعني قليل لما كنا نسمع عن مشاكل النوم دي الا لو حد عنده مشاكل، حد عنده ضغوطات، حد عنده كيس يعني. انما احنا بجد دلوقتي ناس كتير قوي عندها المشاكل دي. بصي الموبايلات والشاشات عامه بتطلع أزيتنا. حاجه اسمها أزيتنا البلو لايت او الضوء الازرق. الضوء الازرق ده بيشتغل او بيشتغل سلبيا يعني على هرمون النوم اساسا. اوكي، فعشان كده انا بقول ايه 30 دقيقه على الاقل، انا بقول ساعه او ساعتين بس 30 دقيقه على الاقل قبل ما نخش السرير اسيب كل الديفايسز واسيب كل الحاجات اللي حواليا، ويا ريت اسيبهم بره. يعني يا ريت ما يبقوش محاطيني برده الالارم الصبح. انا نجيب العارف فكره المنبه اللذيذ بتاع زمان الالارم، ما احنا بنفكر في الموضوع ده برده، اللي عنده مدارس واللي عنده حاجات الصبح واللي عنده شغل بيحتاج المنبه برده. زمان الناس فنجيب كانت المنبه. عايشه حياه لطيفه قوي بالمنبهات دي والحاجات دي. ماشي، انا مش هقول طلعي كل حاجه بره بس ابعديه شويه. فاهماكي فاهمك. احنا بقينا برضو عايشين وبيفرق والله بجد. انا بجد جربت الموضوع ده والله حقيقي فرق معايا جدا. بيفرق طبعا، بجد بيفرق بجد طبعًا. بيفرق. وبعدين كمان دلوقتي بما ان بقى في ايميلز على التليفون وفي مش عارفه ايه وايه وايه وايه، فبتلاقي الناس ما بتخلصش شغلها، بتلاقي مثلا خلاص خلص شغله او خلصت شغلها وراجع البيت بترد على حد داخله على جروب مش عارفه بتعمل ايه، يعني ما بقاش في حاجه اسمها هدوء. فانا دايما بقول ايه، قولوا لنفسكم ان انا خلصت يومي خلاص، اوكي هرد بكره. دي مهمه قوي، صح، اني ابرمج نفسي وابرمج اللي حواليا انه سيبوني بقى يا جماعه خلاص. طيب خلينا نطلع لفاصل. احنا كده اتكلمنا عن اول فكرتين تقريبا اللي هم الافكار والجسد. الجسد فيه الاكل وفيه النوم وفيه تغيير نمط الحياه. هنتكلم بعد الفاصل على طول في بقيه الافكار. اتفضل. في رحلة حياتنا تشغلنا العديد من الأسئلة الخاصة بأنفسنا والمحيطين بنا، مثل ماذا نريد؟ وكيف نفكر؟ ولماذا يتصرف الآخرون بهذه الطريقة؟ هنا يأتي دور كتب علم النفس التي ترشدنا وتنير لنا الطريق نحو الوعي النفسي الصحيح وتكشف لنا الكثير عن أسرار النفوس الغامضة. وقد تعددت كتب علم النفس سواء المصرية أو العالمية التي تتناول بالرصد والتحليل كل ما يخص أمور حياتنا، ومن أهم وأشهر هذه الكتب كتاب تفسير الأحلام لسيغموند فرويد. وفي هذا الكتاب يقدم فرويد شرحاً وافٍ لنظريته العقل اللاواعي وتأثيره على السلوك البشري، وكتاب الذكاء العاطفي لدانيال جلومان. ويركز هذا الكتاب على أهمية الذكاء العاطفي في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجالات العمل أو العلاقات الإنسانية وغيرها. ويؤكد الكتاب على أن الذكاء العاطفي هو المفتاح الرئيسي للنجاح في الحياة. ومن كتب علم النفس العالمية والهامة أيضاً كتاب أشهر 50 خرافة في علم النفس، ويتناول مؤلفو الكتاب 50 خرافة عن علم النفس بالدراسة والفحص. وعلى الجانب المصري نجد أيضاً العديد من الكتب، مثل كتاب أسس علم النفس للدكتور عبد الستار إبراهيم الذي يوضح من خلاله أهم الأسس التي تحكم السلوك الإنساني ومراحل تطوره المختلفة، وكتاب إنسان بعد التحديث للكاتب الدكتور شريف عرفة، ويهدف إلى وصول الإنسان إلى مرحلة الارتقاء البشري. بالإضافة إلى مؤلفات الدكتور عادل صادق مثل كتاب أسرار في حياتك وحياة الآخرين وغيرها. وسيظل الإنسان بأفكاره ومشاعره وسلوكياته محور اهتمام الكتاب والباحثين النفسيين. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم. منورانا الكاتبة ريم الأنصاري اللي بنتكلم معاها عن كتابها مفاتيح التوازن الخمسة. وزي ما قلت لكم بجد احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا، لأنه من غير التوازن والاعتدال في حياتنا بجد الموضوع بيبقى مرهق جدا على جميع المستويات. عايز أرجع معاكي تاني يا ريم، من ضمن الأفكار اللي اقترحتيها على القارئ في إن هو لازم يكون كمان متوازن فيها هي نمط الحياة. ونمط الحياة إنه لما بيتغير أو بيبقى سريع قوي أو كمان أعتقد لو بطيء قوي
في كل الحالات دي ممكن يكون مؤذي. اتكلمتي عنه ازاي؟ بصي، اهم حاجه في الدنيا ان احنا نفهم ايه هو اصلا نمط الحياه بتاعنا. يعني ناس كتير قوي مثلا بتتخن فبتعمل دايت لمده مثلا اسبوعين ثلاثه فبتخس تاني وبعد شويه بتتخن تاني. ماشي. ليه؟ لانها ما عندهاش نمط للحياه. نمط الحياه روتين، معناها ان يبقى عندي روتين معين. روتين. أوكي. انا متفقة عليه مع نفسي اولا، اوكي، ومتصالحه معاه تماما، لانه انا ممكن حد يجي يقول لي فكره لطيفه وانا لا مقتنع بيها ولا اعرف انفذها فاعملها اسبوعين ثلاثه وخلاص. اوكي، فنمط الحياه نفسه لازم يبقى فيه اتزان. انا اقدر اعمل ايه؟ اكون فاهمه نفسي. يعني مثلا انا في فتره من فترات كنت عايزه اعمل رياضه، فقررت ان انا هعوم وهمشي وهعمل يوجا بالليل، وبعدين قلت مش داخله بطوله اولمبياد انا مش داخله بطوله يعني، فقلت لا، انا اقدر اعمل ايه؟ انا اقدر امشي الصبح شويه واقدر اعمل شويه مثلا. اخترتي المناسب بالنسبه لك كده، واللي اقدر استمر فيه. الكلمه هنا المهمه قوي. ايوه، الاستمرار. الاستمرار، اوكي، عشان يبقى نمط للحياه فعلا. ما يبقاش مجرد ايه، حاجه بعملها شويه فيس كده او مرحله وخلاص وعدت. ومن اهم الحاجات اللي ممكن تظبط لنا نمط الحياه دي ان احنا نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها تستمر مده 21 يوم. ايوه، اوكي، دي بتخلي العاده دي تخش شويه في حياتنا، نتعود عليها بجد. اوكي، في ناس بيقولوا 44، في ناس بيقولوا 66، في ناس بيقولوا 40. انا شخصيا التجربه بتاعتي بتقول 21 يوم. اوكي، لو اتعودتي على حاجه عملتيها لمده 21 يوم واستمريتي عليها هتكملي فيها. يعني غالبا بنسبه مثلا 80% هتكملي عليها. طيب، اتكلمنا عن نمط الحياه واتكلمنا عن ان احنا مهم ان احنا نختار نمط او روتين لحياتنا مناسب عشان نقدر نستمر. صح. وده مهم جدا. صح. الانا، اتكلمتي عن الانا، اتكلمتي عنها ازاي وابتديتي منين في موضوع الانا ده؟ الانا دي بحر بقى كبير جداً جدا جدا. بس انا عايزه افهم الناس حاجه مهمه جدا. ناس كتيره قوي بتحط الانا في حته الغرور، او حته ان مثلا الشخص الفلاني حاسس بنفسه فده عنده انا، مثلا عنده انا عاليه او مبدئيا كده كلنا في هذه الحياه كل البشر عندهم انا. عشان نبقى بس متفقين، مفيش حد عنده وحد ما عندوش. صحيح. والانا دي لازم نفهم ان هي ليها اوجه كتير قوي بتظهر باوجه كتير. لما نفهم الاوجه اللي بتظهر بيها الانا ساعتها نقدر نفهمها فنسيطر عليها. عارفه لما تيجي تعوزي تسيطري على بني ادم، في انا الطيبه وانا الشريره وكده، تقصدي يعني الاوجه بمعنى ايه؟ بمعنى اي اوجه تقصدي؟ هقول لك مثلا وجه شهير جدا اللي انا عمرنا ما بنبص له خالص. وجه الضحيه، ان انا اعيش طول حياتي كل ما حد يعمل لي حاجه، لا اصل الناس عملت لي، واصل انا ما كانش قصدي، واصل انا مش، وانا اتظلمت، انا اتظلمت، والناس كلها. تحسي ان البني ادم ده ماشي كان القدر والحياه مستقصداه من اياه، هو من وسط بقيه الناس مستقصده. اوكي، اول ما تلاقي ده علامه على وجود الانا. شوفي، مع ان انت دايما تفكري ان الانا هي حب الظهور، مش ده وجه للانا، بس في وجوه ثانيه. وجه للانا تاني. ايوه، فهمتك. ان انا عندي، وصلت لي المعلومه. اوكي. في وجه للانا دايما ان انا لازم اكون صح. عارفه في ناس طبعا ما يهمهمش اي حاجه ثانيه غير ان هو يطلع صح، لا يفهم الموقف ولا اللي قدامه. صح. ولا ليه حصل كده، ولا اتعلمت ايه، مين الغلط، مين اكيد الصح. مش انا الغلط. يعني اكيد مش انا خالص. ده وجه واضح جدا للانا، اللي هو انا دايما على الحق. فكل واحد عنده وجه للانا على حسب هو بيطلعه بايه. بالزبط. او بيحاول دايما يبرز الانا اللي عنده بانه طريقه. بالزبط. يا اما بطريقه الضحيه اللي بيستعطف بيها الناس طول الوقت، يا اما بطريقه المغرور اللي مش شايف غير نفسه، يا اما بطريقه ايه، انا دايما على الحق، انا دايما صح. اوكي، المهم بقى في كل دون هو الوعي الذاتي، ان انا اكون فاهم، اقدر افهم نفسي، اراقب نفسي، افهمها، اتكلم مع المحيطين بيا، اسمع الناس بتقول لي ايه. اوكي، لان الناس دايما بتديكي ملامح من شخصيتك. ودي درجه من درجات الوعي والتصالح. بالزبط. مع النفس برضو. ما هو انا علشان اسمع وافهم واشوف عيوبي لازم اكون متصالحه مع نفسي، ولازم كمان اكون عايزه ارتقي بنفسي. ما انا طبعا يعني طبعا، يعني خلي بالك ان في ناس ما بتفرقش معاها طبعا، معترفه بعيوبي وعارفه مميزاتي فقادره اتصالح. بالظبط كده، وقادره اقعد مع نفسي وافهم نفسي وافهم الانا بتظهر في ايه واعالجها واجاهدها. لو لقيت ان هي بتظهر لما تغلط ابقى عارفه انها في الحته الغلط، واعرف اقومها واظبطها. وفي طبعا طرق عديده لظبط الانا. وانت اعتقد انك اتكلمتي عن ده في كتابك، عن طريق اليقظه.
هو ده اللي كنت تقصدي بيه اليقظة؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه؟ اليقظة دي مهمة جدا، انه طبعا معظم البني ادمين ماشيين في الحياة هم صاحيين وكل حاجة، بيصحوا من النوم وكل حاجة، أي. ولكن هم نايمين، مغيبين في الاوتو بايلوت، حاطين نفسهم على الاوتو بايلوت، يعني لا عارفين هم بيفكروا في ايه، ولا عارفين هم كلامهم اللي بيقولوه ده بيقصدوا بيه ايه، ومين وبيضايقوا بيه مين، و و و و و ولا حاسين بمشاكلهم الحقيقية، ولا حاسين برضو بنقط قوتهم الحقيقية. ما هو برضو صحيح. دي ودي صح صح. ففي ناس ماشية كده. وبعدين من أهم صفات اليقظة إن أنا أبقى عايشة لحظتي الحالية. معظم الناس يا بتبكي على اللي فات يا قلقانة من اللي جاي. بالظبط. أوكي بالزبط. معظم الناس ماشية الحياة متجاهلة جدا لحظتها، مع إن اللحظة الحالية دي هي حرفيا الحاجة الوحيدة اللي انت متأكدة ان انت تملكيها، وهي الأهم أعتقد، تملكيها، وهي الأهم كمان، محدش ضامن بعد خمس دقايق ممكن يكون موجود ولا لا. بالظبط بالظبط. لحظتك الحالية دي مهمة جدا. والأنا ما بتحبش خالص اللحظة الحالية. ليه؟ عشان مش عايزة سكينة اللحظة الحالية. لو انت مركزة على لحظتك الحالية هتحسي بهدوء وسكينة. الأنا دايما عايزة دراما، عايزة تعيط، عايزة تلوم، عايزة تقلق، عايزة تخاف. هي ده طبعها. أعوذ بالله من كلمة أنا. أنا ابتديت أفهم شوية كلمة أعوذ بالله من كلمة أنا. فعلا الأنا دي مؤذية حقيقي جداً. مؤذية جداً. بأشكال كبيرة ومختلفة. هي العدو الحقيقي للبني آدم إذا ما قدرش يسيطر عليها. صح. إذا قدر يسيطر ويقاومها فالبني آدم بيتغير تماما. طيب تعالي نتكلم عن حب الذات. أنا مش عايزة أفوت حاجة والوقت يخلص وما نكونش تكلمنا عنها. تعالي نتكلم عن حب الذات والفرق ما بين أني أكون بحب نفسي وإني أكون أنانية وإني أكون مغرورة. لأن حب الذات ده لما بيزيد برضو بيقلب بجنان. بصي انا بالنسبه لي حب الذات مش المفهوم العادي الحب الذات، يعني مش ان انا بقف قدام المرايه بقول الله انا حلوه انا بحب جميله نفسي. وانا بحب نفسي، لا ده مش حب الذات. انا بالنسبه لي حب الذات بالنسبه لي هو ان انا اعرف قيمه اختياراتي في الحياه. اوكي اوكي. ان انا اقدر الناس اللي حواليا والنعم اللي ربنا بيديهاني، ده حب الذات بالنسبه لي. حب الذات لو انت فعلا قادره تعرفي ايه هي قيمك، اوكي ايه هو هدفك، حياتك ايه كويس بالنسبه لي، ايه الوحش بالنسبه لي، الوحش بالنسبه لي، لو قدرت تعرفي انه كل الكائنات اللي حواليكي حيوان نبات بني ادمين حواليكي اشياء حواليكي قادره تعرفي قيمتهم، قادره ما تجيش عليهم. لان خلي بالك من حاجه، البني ادم ما بيتجزأش عن بيئته. لو انا ماشيه الطش في ده وماشيه اخبط في ده واعمل حاجات غلط وبعدين اقول في الاخر ده انا بحب نفسي، لا دي مش حقيقه. حب الذات لا يتجزأ عن حبك واحترامك للحاجات اللي في حياتك كلها. اشخاص، حيوانات، نباتات، واتيفر بقى، انت شوفي الحياه اللي حواليك، الحاجات اللي حواليكي ايه، واذا فعلا انت بتحبي ذاتك هتبقي مديه احترام وقيمه لكل الناس اللي حواليكي. طبعا طبعا، وده بنتعلمه بالوقت. أعتقد إن خبراتنا في الحياة بتغير شخصيتنا وبتغير أكيد. طريقة حبنا لنفسنا لو عندنا يقظة ووعي. طبعا لو عندنا، لأن في ناس عندهم خبرات كتيرة جدا جدا جدا، ولكن لما تيجي تتكلمي معاهم في الآخر تحسي طب اتعلمت إيه من الحياة، مش عارفة أنت فرقت إيه من 10 سنين فاتوا، كنت فين من 10 سنين والنهاردة أنت فين، إيه اللي اتغير. بالظبط حقيقي. بالظبط. طيب عايزة أتكلم معاكي كمان عن نقطتين مهمين جدا وأنت أشرتي إليهم في الكتاب، وهو ما بين الفرق ما بين النية وقانون الجذب. وقانون الجذب احنا طبعا يعني احنا يمكن كمصريين او كعرب يمكن قوانين الطاقه والجذب وعلم الطاقه والحاجات دي كلها دي حاجات جديده داخل علينا، يعني طبعا احنا بنصدق فيها بنحبها، هو علم اكيد موجود تم اثباته بطرق كتيره، بس في الاخر هو علم جديد على مجتمعاتنا وافكارنا. الفرق ما بين النيه من وجهه نظرك وما بين قانون الجذب، وقد ايه بتصدقي في قصه قانون الجذب؟ بصي قانون الجذب ده موجود من قديم الازل، هو مش حاجه جديده. هو ربنا قال ايه، انا عند ظن عبدي بيه. حلو قوي. ما هو موجود بشكل تاني، مش بالشكل يعني الطاقه، لا موجود بقى بشكل ديني، بشكل الطاقة، الروحاني، باشكال تانيه مختلفه. بس الفكره الاساسيه فيه هي واحده، هي واحده. مع اختلاف المصطلحات. إن بس ان انا اولا البني ادم هو في معتقد ان انت بتجذب الحاجه اللي انت عايزها او الحاجه اللي انت محتاجها او ايوه. لا، انت بتجذب ما انت عليه. ما انت عليه. اشرحي لي. يعني مثلا انا مثلا عايزه فلوس. اوكي حلو. ولكن حاسه طول الوقت ان انا ما عنديش حاجه. ما عنديش وفره. أيوه. مع كل الناس واخده مني، عمري في حياتي ما معايا.
طول ما انا حاسه الاحساس ده ما عنديش امتنان للحاجات اللي عندي. مش حاسه ان انا ده، في ناس ما بيبقاش عندها حاجه بتبقى حاسه بغنى. ده حقيقي. اوكي ده حقيقي. تعرفي على طول ان هيجيلهم فلوس. اللي حاسس ان هو عنده من ربنا كل حاجه بياخد اضعاف مضاعفه. يعني عايزه تقولي انه قانون الجذب ليه علاقه شويه بفكره الامتنان. فكره الامتنان وفكره انت احساسك بدلوقتي ايه؟ ايه الحاجات الحلوه اللي عندي؟ ايه الحاجات الحلوه؟ ايه الحاجات اللي ربنا نعم عليا بيها؟ لو انت شايفه ان انت الناس عندك حب في حياتك، حب يزيد. لو انت شايفه ان انت عندك امتنان، امتنان يزيد. شايفه ان انت ما عندكيش حب، ما عندكيش فلوس، ما عندكيش وما عندكيش وما عندكيش، بس طول النهار نفسك في كذا ونفسك في كذا، لا مش هيجي. لازم تكوني اوريدي حاسه باللي عندك، واللي انت حاسه بيه قوي يزيد. فهمتك. ده الجذب. اما النيه بقى، النيه انا بالنسبه لي عشان ابسطها للناس، طبعا النيه في ليها تعريفات كتيره دينيه ولغويه وحاجات كتير، لكن عشان نبسط النيه انا بقول دايما النيه هي السبب وراء انت بتعمل كده ليه. يعني لما اجي اقول لك ايه هي النيه، اسالك هو انت عملتي كده ليه؟ اللي دي هي النية، النية البني آدم. والنية مهمة جدا جدا جدا، والنية دي يعني جوه الإنسان قوي بقى. يعني جوه قوي قوي قوي. ولكن إذا البني آدم عايز حاجة معينة في الحياة وما بيوصلهاش أبدا وبيجرب كل حاجة، لازم يدور جوه النية. لازم يشوف نيته من الحاجة اللي هو عايزها دي إيه. ويقدر يوظف النية دي لحاجة كويسة لو طبعًا نيته مش كويسة لأي سبب من الأسباب. النية طبعا ممكن بني آدم يتحكم فيها غيرها، بس أهم حاجة الأول يبقى عنده وعي بيها، أنا نيتي إيه. والنية زي ما أنا قلت هي السبب. السبب وراء الحاجة اللي أنا بعملها. طيب الأشخاص المحيطين، ودي برضو نقطة أشرت إليها في الكتاب، وهم حقيقي عامل مؤثر بشكل كبير جدا في حياتنا. ده المفتاح الخامس اللي هو البيئة المحيطة. الأشخاص المحيطين مهمين جدا 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 في حياتنا. وأنا دايما بقول للناس دايما تقفي كده في أي وقت وتبصي حواليكي وتشوفي مين الناس اللي حواليكي، من أصدقاء، من أهل، من جيران، من زمايل في الشغل. تبصي كده وتاخدي كده عارفة زي صورة كده وتشوفي مين اللي حواليا. أوكي؟ طيب اللي حواليا دول هل بيقولوا لي الحقيقة؟ هل لو أنا وقع في مشكلة أقدر أطلب منهم مساعدة؟ طيب هل لو هم قالوا لي نساعدك هتقبل المساعده، ولا هتخش لانا وتقول لا انا مش محتاجه حد وانا اقدر اعمل كل حاجه لوحدي دي انا برضو. فالواحد لازم ياخد باله جدا 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 بيئته المحيطه مين، وكل واحد في بيئته المحيطه في مكانه الصح. يعني انا مش مطالبه اني اروح اقول اسراري وكل اللي جوايا لجميع الناس. اوكي، لكن انا عندي دايره معينه، دايره الثقه مثلا، اللي هي الدايره اللي حواليا اللي اقدر اتكلم معاهم، اكون اقدر افهم انا حواليا مين، انا بتعامل ازاي، ايه العلاقات اللي مهمه جدا وايه العلاقات اللي لازم اتخلص منها. الكراكيب او العلاقات السامه في حياتي، هل اقدر اتخلص منها ولا ما اقدرش تماما؟ مثلا في محيط العيله مثلا، اوكي، فما اقدرش اتخلص تماما، فاعمل ايه؟ ابعد شويه، احجم شويه العلاقه، اقلل الوقت والجهد. فالحاجات دي كلها مهمه جدا نفكر فيها. لان البني ادم ما يقدرش يعيش معزول، ما يقدرش يعيش في جزيره لوحده. الناس بالنسبه له حاجه مهمه جدا، وانا بسميه النظام الداعم. النظام اللي حواليك اللي بيدعمك، اللي بيخليكي لما يجيلك مشكله تقدري تواجهيها. لان احنا طول ما احنا كويسين بنبقى عادي ماشيين بالظبط، لكن وقت الجد، وقت الصعاب، هو ده الوقت اللي انت بتحتاجي فيه بقى لكل ايه؟ التولز، كل الحاجات اللي كل الناس الداعمين اللي حوالينا، اللي هم اشخاصنا بقى اللي حوالينا، اللي هم اصحابنا، اهالينا، اخواتنا، احيانا ولادنا. يعني في ناس كتير قوي بتدعم البني ادم. طبعا، وده بقى بيتطلب ان انت في وقت الرخاء واللذاذه والكده تكوني عملتي الواجب بتاعك. تكوني عملتي واجبك، فكرتي، شفتي مين النظام الداعم بتاعك، مين الناس اللي حواليكي. يعني اللي هي حاجات مفروض بديهية، بس البني آدم برضو لازم يفكر فيها لو هو عايز توازن. إزاي أكون منتبهة لفكرة التوازن ده؟ لأنه أنا ممكن أكون فاكرة نفسي متوازنة وأنا مش متوازنة خالص. لا. يعني هل التوازن ده بيختلف من شخص لشخص؟ طيب طبعا، يعني كل واحد عندته التوازن بالنسبة لريم غير التوازن بالنسبة لرانيا. صح، كل واحد عنده خلطته السحرية كده في التوازن بتاعه. أهم حاجة إن هو يبدأ بفهم نفسه وبالوعي،
وما يسيبش حته. يعني احنا اتكلمنا في الافكار واتكلمنا في الجسد واتكلمنا في الانا واتكلمنا كمان في القلب في حته اللي هي بتاعه القلب واتكلمنا في البيئه المحيطه. لو مسكنا الخمس حاجات دول وتوازننا فيهم بطريقتنا، انا ما اقدرش افرض عليكي طريقتي لان انا الحاجه اللي اقدر اعملها انت يمكن ما تقدريش تعمليها ونفس الحاجه. فالخلطه بقى بتاعتك اللي هتحطيها في الحته دي ان انا اكون شايفه ان حياتي متوازنه مع حياتي اصلا، مع شكل حياتي انا. مع شكل حياتك طبعا بيختلف من حد، حد عنده خمس عيال، في حد مش مخلف، في حد مش متجوز، في حد متجوز، في حد، على حسب حياتك ماشيه ازاي هتوازني بين الامور. بس من اهم النقط اللي انا بديها في الكتاب حته اليقظه، الوعي، سماع الافكار، الحديث الداخلي مع نفسك اللي بتقوليه لنفسك. في نقط مهمه كده لو مشيتي عليها هتلاقي ان انت كده كده ارتقيتي بفكرك ووصلتي قربتي خطوه من التوازن. مهم جدا التوازن، مهم قوي الموضوع اللي اتكلمنا فيه النهارده. بشكرك ونورتينا، واتمنى ان الكتاب ناس كتير تقراه، لان زي ما كنت بقول لك قد ايه الكتب اللي ليها علاقه بالتنميه الذاتيه او التنميه البشريه او علم النفس او الكتب النفسيه او حتى الحاجات اللي بيبقى فيها شق اجتماعي شويه، ليها علاقه بالاسر، ليها علاقه بالتربيه، ليها علاقه بالاطفال، قد ايه بجد بتبقى الكتب دي فعلا مفيده جدا. ميرسي يا ريم، نورتي. شكرا. كان معاكم ومعانا الكاتبة الأستاذة ريم الأنصاري، اتكلمنا عن فكرة التوازن من خلال كتابها، وطبعا كان معاكم رانيا السيد. بشكرك.